بالذكرى الخامسة لرحيل إمام جلال طالباني أربيل تحتضن الحفلة التابينية بحضور رسمي، والسيد الحكيم يدعو لاستلهام مآثره والاتفاق على مرشح الرئيس. بلاسخار تحيط مجلس الأمن بآخر التطورات بجلسة تخص الشأن العراقي وحوارات سياسة تنبئ بقرب انتهاء الأزمة. العراق يحتفل بعيده الوطني 90 وذكرى الاستقلال، الثقافة تدعو البرلمان للتصويت عليه نيابيا والقادة يعدونه مدعاة للاستقرار. وزارة الدفاع التركية تعلن تجدد قصفها الجوي داخل العراق ضد أهداف مختلفة، واستياء شعبي ونخبوي لتكرار اختراق السيادة العراقية. إمام جلال طالباني كان رمزا وطنيا لكل العراقيين من أقصى الجبل لآخر نقطة ماء في الهور. لباسه الكردي وفكره الوطني عراقي بامتياز، حمل هموم الكردي والعربي والتركماني، وحد الفرقاء وجمع الشتات، احتوى الجميع بقلب الأب الكبير. في ذكرى رحيله تستذكر مواقفه وتستلهم سيرته الوطنية والجهادية ضد الظلم والديكتاتورية. من حق العراقيين أن يفتخروا بقادتهم، ومنهم إمام جلال رحمه الله. يستذكر العراق اليوم الذكرى الخامسة على رحيل رئيس الجمهورية الأسبق إمام جلال طالباني الذي عرف عنه الحنكة السياسية في إدارة الأمور، حيث يفتقد العراق اليوم واحدا من أهم الشخصيات القيادية الكردية الذي عرف بمواقفه الوطنية وحرصه العالي على تذويب الخلافات السياسية بين الأقطاب. وبهذه المناسبة أحيا قادة البلاد ذكرى رحيل طالباني ودوره الوطني الكبير في بناء العراق الجديد وترسيخ الأسس الديمقراطية، مؤكدين الاستمرار على مآثره وأفكاره النيرة وحكمته الكبيرة التي أفنى عمره من أجلها، خصوصا في خضم الأزمات التي تعصف بالبلاد والمنطقة. وفي هذه المناسبة بنى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم الرئيس العراقي الراحل إمام جلال طالباني في ذكرى رحيله الخامسة، وقال السيد الحكيم في كلمة له بالمناسبة أن إمام جلال طالباني كان ولا يزال محط احترام وتكريم المكونات العراقية وفي مقدمتها المكون الشيعي الذي يتذكر مواقفه الوطنية في الدفاع عن المرجعية وعن المكون الأكبر وحقوقه في المحافل والمحطات الوطنية والدولية. فكان ولا يزال محط احترام وتكريم المكونات العراقية وفي مقدمتها المكون الشيعي الذي يتذكر مواقفه الوطنية في الدفاع عن المرجعية والمكون الأكبر وحقوقه في المحافل والمحطات الوطنية والدولية. ولا يمكن أن نغفل بشكل خاص عمق علاقة الراحل بأسرة آل الحكيم خلال عقود طويلة من الزمن، منذ النضال المشترك مع شهيد المحراب الخالد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره في ساحات المعارضة الملتهبة، والتعاون والشراكة في التأسيس السياسي لمرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية مع والدنا الراحل سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله، والتراكم والاستمرار في علاقته الوثيقة معنا شخصيا حتى وفاته المؤلمة. لا يمكن أن ننسى هذا التاريخ المشترك وهذا الإرث الثمين
وتلك المواقف المفصلية أبدا، وسيبقى مام جلال حاضرا في قلوبنا وعقولنا ووجداننا ما حيينا، وسنبقى نذكر لأبي شلال مواقفه المشرفة أينما كنا وكلما حانت الفرص والمناسبات. إلى ذلك دعا السيد الحكيم القادة الكرد إلى الاتفاق على مرشح رئيس الجمهورية، مؤكدا أن حسم هذا الموضوع يمثل حاجة وطنية ملحة لمنع انزلاق البلاد نحو نفق مجهول. إن الاتفاق على اختيار مرشح رئاسة الجمهورية لا يقتصر على تلبية استحقاق المكون الكردي فحسب، وإنما يمثل حاجة وطنية ملحة لمنع انزلاق البلد نحو نفق مجهول، وإن الاستعدادات لمعالجة الخلل البنيوي الذي أشرنا إليه سلفا يتطلب أولا تشكيل حكومة وطنية مسؤولة وقوية تمهد الطريق لمرحلة الانتقال الآمن في إجراء انتخابات مبكرة خالية من العيوب والملاحظات والإشكاليات السابقة المعروفة، وهو ما يصعب تحقيقه من دون انتخاب رئيس جمهورية متفق عليه كرديا ومصوت عليه وطنيا داخل قبة البرلمان، بما يتناسب مع خطورة المرحلة المقبلة وأهميتها في الإصلاح والمعالجة. وفي كلمة له خلال مهرجان استذكار رحيل طالباني الخامسة، أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوبات طالباني أن الراحل كان يمثل الخيمة الجامعة للخصوم، وهو ما مثله الآن بعد وفاته. إن حضوركم اليوم معنا دلالة على تقديركم ووفائكم لمناضل كرس حياته كلها للسلام والحرية وحقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية. نعم، إن وجودكم بيننا دلالة على تقديركم لقائد حارب الغدر والفساد والظلم والاستبداد حتى آخر لحظة من حياته. نحن اليوم نعيش على أمل أن يكون نضاله وتجربته دليلا لنا نشلك طريقه ونستلهم حكمته. دعا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى رص الصف الوطني للخروج من الأزمة الراهنة. صالح قال في الحفل التأبيني للراحل مام جلال إن المسؤولية التاريخية تحتم الشروع في بناء دولة مقتدرة تحمي مصالح البلد. نستعيد ذكرى فقيدنا الغالي وبلدنا يمر بظرف استثنائي دقيق لا يخلو من مخاطر، وأن أمامنا جميعاً مسؤولية تاريخية ووطنية في رص الصف الوطني للخروج من الأزمة الراهنة والشروع في بناء دولة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز سيادته وتضمن سلامة مواطنيه، وتعمل على تلبية تطلعات العراقيين وشبابه الناهض في الإصلاح ومكافحة الفساد واحترام مرجعية الدولة والقانون. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد على ضرورة التمسك بمبدأ الحوار لحل الأزمة السياسية، داعيا إلى حفظ مصالح العراقيين. ف
فالتمسك بالحوار ثم الحوار ثم الحوار. وهنا أحب أن أستعيد مفردة للمناضل الكردي الصديق فلك الدين كاكاي حينما كان يقول: ألف سنة من الحوار أفضل من لحظة فيها صدام أو دم. وعليه فلا خيار لنا إلا الحوار، فالنار ستحرق الجميع لا سامح الله إن حدثت. الشجاعة الحقيقية هي في حفظ مصالح العراقيين وأمنهم وسلمهم الاجتماعي، وأن نفكر معا بمستقبل أجيالنا القادمة. وفي كلمته خلال الحفل التابيني للراحل مام جلال، أكد رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني أن الحزبين الرئيسين في الإقليم بحاجة إلى تنظيم اتفاق استراتيجي بينهما. اليوم يحتاج كل من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى اتفاق استراتيجي جديد وفق المرحلة الحالية، فبعد الاتفاق الاستراتيجي الذي جرى بين الحزبين قلت مظاهر ازدواجية الإدارة في إقليم كردستان، وثبتت دعائم حكومة الإقليم وانتشر العدل. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال زيارته إلى محافظة أربيل، وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية في البلاد وأهمية اعتماد الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي باتت تؤثر على الوضع العام وتعرقل تقديم الخدمات للمواطنين وتهدد الاستقرار. وأضاف أن الطرفين أكدا على دور الفعاليات السياسية والاجتماعية في تسهيل التفاهم وخفض مستوى التوتر والابتعاد عن التحريض، وأشار أن الطرفين أكدا على أهمية الركون إلى الخطاب الوطني المسؤول من أجل عراق ديمقراطي اتحادي تقول فيه كلمة الدستور والقانون فوق الجميع. التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، وتبادلا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق وآليات إنهاء الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة القادمة. وشدد السيد الحكيم خلال اللقاء على ضرورة صياغة المعادلة القادرة على احتواء الجميع وإدامة الحوار والتواصل بين جميع الفرقاء السياسيين، ودعا إلى تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وإعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي. يأتي ذلك فيما قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة بشأن الوضع في العراق يوم الثلاثاء، وستقدم بلاسخارت إحاطة في الجلسة عن آخر التطورات والأحداث في البلاد. ومع ذلك تستمر الدعوات الشعبية للقوى السياسية بالإسراع بتشكيل الحكومة المعهودة وطي صفحة المعاناة التي يعيشها العراقيون لسنوات. أحمد الزيدي والمزيد من التفاصيل. إكمال الاستحقاقات الدستورية باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل حكومة خدمة قوية مسنودة من جميع القوى هو ما يجب على الكتل السياسية الإسراع به لتحقيق تطلعات المواطن ولإنهاء الأزمات التي أنهكت البلاد. فالكثير من التحديات تحتاج إلى حوار حقيقي لمواجهتها. اليوم مثلا مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء لم يعد مرشحا فقط للإطار التنسيقي، وإنما مرشح للقوى السياسية الأخرى المتحالفة مع الإطار التنسيقي. المشكلة الأساسية هي في تسمية رئيس الجمهورية، وهي الحلقة الأولى التي تسبق يعني تكليف المرشح لرئاسة الوزراء. هذا عدم الاتفاق ما بين الأخوة الأكراد حقيقة هو أنا أعتبره المعطل الأساسي يعني منذ البداية. حسم مرشح الرئيس متوقف على مدى التقارب الكردي بحسب مراقبين، وبالتالي فإن عدم التوافق بين هذه الكتل على تقديم مرشح واحد سيعيد سيناريو الدورة السابقة بالدخول بمرشحين إلى جلسة مجلس النواب وسيتم التصويت على أحدهما، وذلك يحتاج إلى تكثيف اللقاءات والحوارات بين مختلف الفرق
لصياغة معادلة الحل للأزمة. الأخوة الكرد هنالك حديث عن تقارب وجهات النظر، لم يصلوا خلال هذا الأسبوع بهذا التقارب وتقديم مرشح واحد. أنا أعتقد سوف يعاد سيناريو عام 2018 والدخول بمرشحين اثنين لمجلس النواب العراقي، يحدد مجلس النواب أيهما سوف يكون رئيس الجمهورية القادم. وتتحمل القوى السياسية في المرحلة الحالية مسؤولية إعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية ومخرجاتها عبر الإسراع بإنهاء الأزمة وتشكيل حكومة الخدمة المرتقبة. والمهم هو ما ينتظره المواطن بإكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق الطموحات وإنهاء المعاناة. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. أكد عدد من النواب ورؤساء الكتل السياسية أن الأيام المقبلة ستشهد انعقاد جلسة مجلس النواب واستكمال بقية الاستحقاقات. رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أكد أن القوى السياسية ماضية في استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية تحقق مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، فيما ذكر النائب عن الإطار التنسيقي جواد الغزالي أن الجلسة أي جلسة مجلس النواب ستعقد قبل موعد التظاهرات لتمرير رئيس الجمهورية وإنهاء بقية الاستحقاقات، مشيرا إلى أن العملية السياسية تسير بالطريق الصحيح. من جهته أكد النائب محمد الصيهود أن موعد جلسة البرلمان المقبلة متوقف على توصل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني توصلهما لاتفاق بشأن مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن قوى الإطار منحت الحزبين مهلة أسبوع واحد تنتهي مطلع الأسبوع المقبل لحسم الخلاف حول مرشح رئاسة الجمهورية. من جانبه أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي أن الحزبين الكرديين متفقان على طرح مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وتنتظر جلسة التصويت لطرحه. نحن نريد أن نذهب بمرشح واحد ولكن هناك الاختلاف على يعني هذا المرشح، هل يكون مرشح تسوية أم يكون مرشح من طرف الديمقراطي أو من طرف الاتحاد الوطني؟ وأيضا هذا الموضوع مرتبط بالتوافقات داخل إقليم كردستان، هناك قانون للانتخابات وأيضا الدورة الانتخابية والانتخابات القادمة، هناك موضوع كركوك والمادة 140، هناك التوازنات الموجودة، هناك أمور عديدة أيضا. قطعنا شوط كبير في الاتفاق على مجمل هذه النقاط، وننتظر، أعتقد أنه الانتظار هو أن يكون هناك قرار من بغداد ويكون هذا القرار متفق عليه بين القوى كافة. للمزيد مشاهدينا الكرام ينضم معنا في المرصد الخبري النائب السابق الأستاذ أحمد الخبط. السلام عليكم، مرحبا بكم. مرحبا بكم أستاذ. تعتقد أن الأمور مهيئة لعقد جلسة مجلس النواب من أجل اختيار مرشح رئاسة الجمهورية؟ تحية لك وتحية لمشاهديك الكرام. أهلا بكم. الحقيقة لا يوجد هناك معوق عن انعقاد الجلسات القادمة، والجلسة البرلمان مو بالضرورة أن تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية الذي لم يتفق عليه لحد هذه اللحظة. ممكن أن النواب يمارس عمله الطبيعي بتشريع القوانين وكذلك دور الرقابي، كما صرح السيد رئيس مجلس النواب عند انتهاء الجلسة السابقة منحة تجديد الثقة، أكد على أن المجلس النواب يأخذ دوره الطبيعي بالجانب التشريعي وكذلك الجانب الرقابي، ودعا اللجان كما سمعتي جنابك والمشاهدين أنه يأخذون دورهم الرقابي المهم الذي ترك عمل مجلس النواب خلال هذه الفترة،
وضح أيضا رئيس مجلس النواب على أن هناك بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال تجاوزوا صلاحياتهم وأساءوا التصرف، وممارسات هذه لعلها تجد يعني عند ما تقوم اللجان البرلمان بالرقابة على أداء هؤلاء لعله ترتقي إلى مستوى جرائم فساد يحاسب عليها القانون. وحرص البرلمان مفروض عليه ومن صلاحياته، والناخب أيضا اللي ينتخب يترجى أو يتأمل من البرلمان أن يأخذ دوره الرقابي على أداء الحكومة، وخاصة حكومة تصريف الأعمال دائما والحكومات الانتقالية يصير بها بعض الإطمئنان لبعض الساسة أو بعض الوزراء مع الأسف فيمارس دور أو ممارسات فساد أو تجاوز على السلطات. طيب. ظنا منا على أن هو مودع، فممكن أن يعني يحاسب من اللجان المعنية في مجلس النواب. طيب ماذا عن القوى السياسية؟ هل اتفقت على مرشح رئاسة الجمهورية؟ حقيقة القوى السياسية لحد هذه اللحظة المكون الكردي يشكو من عدم تمكنه بالاتفاق على شخصية لحد هذه اللحظة. نعم. وأيضا بنفس الوقت هناك قوى سياسية متمكنة أو القوية أو الجهة القادرة أو الاستحقاقها الأكثر اللي هو الديمقراطي. نعم. في المكون الكردي يرفض الخيار الثاني كما مورس في سنة 2018 عندما لم يتم الاتفاق، أيضا كان هناك خلاف بين الاتحاد وبين الديمقراطي وكذلك القوى الكردية الأخرى اللي يوم أصبحت أيضا لها دور مهم، يعتقد أكثر من 10 نواب. نعم. 10 مقاعد. نعم. مجتمعين أنه يذهبون إلى الخيار الثاني اللي هو أن تعرض الأسماء المرشحة أو المتنافسة. طيب. اللي هي عددهم 2. نعم. على مجلس النواب، والخيار يكون مجلس النواب بالانتخاب الأول. نعم. ثم الثاني اللي حصل على الأصوات الأكثر في حينها برهم صالح. طبعا الانتخاب الجولة الأولى بالانتخاب هي 2/3 النواب مجتمعا وليس الحاضرين، يعني تتطلب العملية 220 نائب بالحضور أن يشتركون بالعملية الانتخابية للجولة الأولى، وإذا ما أجت في الجولة الثانية تكون هي بالأغلبية يعني 0+1. طيب. فالعملية الحراك القوى السياسية لحد الآن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي، فاليوم المعوق أو المعطل لتسمية رئيس أو لترشيح رئيس الوزراء للكتلة الأكبر عددا أو نعم. اليوم الإطار هو اللي أصبح منفرد في هذه العملية. نعم. وترشيح مرشحه هو واضح سيد محمد السوداني، فلا توجد هناك عقبة أو عقدة عند المكون الشيعي أو أسأل هنا، اسمح لي حضرتك، أسأل عن القوى المنضوية في تحالف إدارة الدولة، هل اتفقت لغاية هذه اللحظة على متبنيات المرحلة المقبلة؟ كيف سيكون شكلها؟ يعني حقيقة من بعد الحراك والتعطيل والتعويق للأداء الحكومي خلال هذه الفترة اللي طالت أكثر من سنة. نعم. احنا دارين نرجع للخلف أنه سبب تقديم الانتخابات انتخابات مبكرة، أحد مطالب المتظاهرين هو أن تكون انتخابات مبكرة لسوء الإدارة السابقة. نعم. وكذلك البرلمان السابق كان يعني محل نقد لهؤلاء. فمن تم فرض إرادة هؤلاء وكذلك القوى السياسية انصاعت على أن تحل البرلمان يحل نفسه سابقا. نعم. قبل المدة المقررة اللي هي 4 سنين. كان الكل يعني يبحث عن تحسين الأداء الحكومي، تطوير أداء ونشاط مجلس النواب، لأن مجلس النواب السابق كان يعني محل نقد كبير أنه تراجع إذا ما قورن بالدورة الثالثة والدورة الثانية والأولى، فكانت التشريعات عددها بائس وقليل جداً، وكذلك الدور الرقابي لم يكن بالمستوى المطلوب. طيب. فهاي المظاهرات وهذا المطلب الجماهيري ومطلب القوى السياسية المحتجة على أن نطمح أو نبحث عن حكومة وعن برلمان يسيران بخط متوازي من أجل خدمات. طيب. عاد سيادة الدولة، العراق يأخذ دورة الإقليمي، حقوق الأفراد مصانة، حق الدولة أيضا يكان مصان. بالعكس لاحظنا أنه هاي سنة
مرت احنا حكومة تصريف أعمال، موازنة معطلة، قوانين معطلة، الرقابة لم تأخذ دورها الحقيقي، وتراجع كبير على كل المستويات. برأي حضرتك العقبة الأساسية انتخاب رئيس الجمهورية؟ هذا الجانب الشكلي اللي فرض الدستور حتى تأخذ العملية سلسلة يعني تراتبية، أنه يفترض أن يكون رئيس الجمهورية بغض النظر على أنه لديه صلاحيات أو ما عنده صلاحيات، هل هو مركز فخري أو اعتباري أو معنوي أو أنه فعلي، المهم هي العملية رايحة أو المهمة هو أن نصل إلى رئيس مجلس الوزراء. نعم. هو رئيس الحكومة. نعم. الحكومة طبعا من خلالها يبدي الأداء والنشاط الحكومي اللي يبحث عنه المواطن، يبحث عنه الجميع، كذلك الدولة تصير عندها أريحية. نعم. بتكامل مؤسساتها ورئاساتها، الصلاحيات اللي منحها الدستور والقوانين إلى كل هذه الرئاسات في مقدمتها هو، والأهم فيها هو رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أيضا يأخذون دورهم في هذا المجال. حتى مجالس المحافظات اليوم أيضا القوى السياسية المعتدلة والتي تبحث عن هيبة واحترام الدستور، فقرات الدستور تأكد على أنه مجالس المحافظات هي مقرة، فلذلك هناك طرح عند الأخوة في الإطار، إذا نجحت عملية تشكيل الحكومة إن شاء الله تمر بسهولة وبيسر، فيذهبون إلى انتخاب مجالس المحافظات، شرط أن تكون قبل انتخاب مجالس النواب اللي أيضا هناك لديهم رغبة في الإطار على أن خلال سنة ونصف إلى سنتين. طيب. تكون دعوة إلى انتخابات مبكرة أيضا استجابة إلى المتظاهرين وكذلك التيار الصدري المحتج في هذا المجال، على أن مثلا طلب كان للتيار الصدري المتظاهرين على أن يحل هذا البرلمان. طيب. ما ممكن أن يحل في هذه الظروف، ممكن أن تؤجل إلى سنة ونصف حتى يصير حالة توافقية من حل برلمان وانتخاب برلمان. أشكركم النائب السابق الأستاذ أحمد الخبط، تحية طيبة لحضرتكم ولوجودكم معنا في المرصد الخبري. شكرا جزيلا. شكرا لكم. يحتفل العراقيون بعيدهم الوطني 90 والذي يرتبط بإعلان استقلال البلاد عن الانتداب البريطاني ودخوله رسميا في عصبة الأمم المتحدة عام 1932 معذرة، حيث قررت الحكومة اعتبار يوم 3 من تشرين يوما وطنيا للعراق، أسوة بالعديد من دول العالم التي تحتفي بهذا اليوم الذي يمثل ذكرى إحدى الحوادث الوطنية التي يعتز بها مواطنوها ويجمعون على اتخاذها رمزا وطنيا للاحتفاء به، حيث أصبح العراق أول دولة عربية تدخل في عصبة الأمم في التسلسل 57 من بين دول العالم باستقلال وصلاحيات كاملة وفق القانون الدولي والذي اعترف باستقلال العراق وسيادته. دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم إلى استكمال عقد الرئاسات الثلاث، وقال السيد الحكيم في بيان بمناسبة العيد الوطني أن العراق قطع 90 عاما من تاريخه المعاصر وفي تاريخه المعاصر حافلة بأحداث وعقبات وتحديات، لكنها جعلته في إطار عصبة الأمم المتحدة كدولة مستقلة ذات شان وسيادة معترف بها عالميا، مضيفا أن العراق أمامه استحقاق مهم متمثل بمضي قواه السياسية لإنجاز ما تبقى من استحقاقات دستورية وإكمال عقد الرئاسات الثلاث في الدورة البرلمانية الجديدة. وأشار سماحته أن الشعب العراقي يتطلع إلى حكومة خدمة وطنية تحقق تطلعاته المشروعة ومطالبه الحقة. يحرص العراقيون على الاحتفاء باليوم الوطني العراقي، وهو اليوم التاريخي الذي أعلنت فيه الدولة عن الاستقلال والحرية وانضمامها إلى عصبة الأمم المتحدة، فيما يرى مراقبون على أهمية تشريع القوانين التي تخدم الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لضمان العيش الكريم. حسين ياسين والمزيد من التفاصيل. 90 عاما مرت على خروج العراق من حالة الانتداب إلى الدولة وقبوله أول دولة عربية كعضو في عصبة الأمم سنة 1932 بعد اكتسابه كامل المقومات من الاعتراف الدولي ومصادر التمويل وحكومة مستقلة وقوانين وحدود ثابتة، واليوم أصبحت هذه الذكرى
عند العراقيين حكومة وشعب بمثابة اليوم الوطني العراقي. على السياسيين أن يعوا أن العراق بلد كبير بتسميته بتاريخه بعطائه بعظمته، وأن يعملون على هذا الأساس من خلال توحيد الخطاب الوطني والنظر لأهمية العراق والحفاظ على اللحمة الوطنية والحفاظ على المكتسبات الشعبية، وكذلك النظر إلى الشعب العراقي باعتباره مصدر القوة. مختصون في مجال التاريخ العراقي تحدثوا عن العديد من المراحل التي أرادت من خلالها الحكومات المتعاقبة إقران هذا اليوم بتاريخ نشأتها في الحقبتين الملكية والجمهورية، لكن الثابت في الآراء ضرورة بقاء الدولة العراقية وتطوير واقعها لضمان العيش الكريم لشعبها كما هو الحال في البلدان الأخرى. أعتقد يجب أن نركز على أنه المات عام القادمة على وضع موازين معينة لحلحلة خلافاتنا السياسية والوصول إلى مشتركات وقناعات لبناء الدولة العراقية على أساس حديثة. العالم ينطلق ودول صغيرة أصبحت دول كبرى في قضاياها التكنولوجية وعلمها وتطورها. وعلى صعيد المواقف الرسمية دعت الحكومة مجلس النواب إلى إصدار تشريع لهذه المناسبة واعتبارها يوم استقلال العراق الرسمي. ويأمل العراقيون وهم يستذكرون هذا الحدث المهم أن تكون القوى السياسية بمستوى المسؤولية للنهوض بواقع البلد وفق الأسس الصحيحة بعيدا عن المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة. حسين ياسين الفرات، بغداد. إلى تهاني الرئاسات بالعيد الوطني لجمهورية العراق في 23 الأول، حيث دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى استذكار النضالات الوطنية للشعب من أجل الديمقراطية وترسيخ حرية البلاد واستقلالها، مشيرا إلى أن تعزيز الهوية الوطنية الجامعة واجب وطني وأخلاقي. من جهته أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أنه في 23 الأول نستعيد ذكرى استقلال الدولة العراقية وبداية مسيرة الوطن كبلد مستقل ذي سيادة. أشار الحلبوسي في تغريدة له أن اليوم الوطني يمثل إلهاما للدفاع عن العراق وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ونتحد تحت رايته ونعمل لتقدمه وازدهاره. بدوره أكد نائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أنه آن الأوان لتحقيق الاستقلال والاستقرار بعد 90 عاما على انضمام العراق لعصبة الأمم المتحدة. وذكر المندلاوي في تدوينة له أن الشعب العراقي قطع عقودا طويلة وهو يبحث عن الاستقلال والاستقرار كي يعيش برفاهية وكرامة وحرية. بدورها هنأت وزارة الثقافة والسياحة والآثار الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه بحلول ذكرى العيد الوطني لجمهورية العراق. وقال وزير الثقافة حسن ناظم إن هذه الذكرى تعد فرصة مناسبة للدعوة إلى التآخي والتسامح والمحبة وتغليب المصلحة الوطنية وبناء الوطن على أسس سليمة ونبذ الخلافات، واصفا العيد الوطني للعراق بأنه لحظة تاريخية مهمة، داعيا مجلس النواب إلى التصويت عليه كيوم وطني يجمع العراقيين. أنتقل معكم إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر ترند اليوم الوطني العراقي منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبرت تدوينات النشطاء عن صدق مشاعر الانتماء الوطني وعمق هذا الانتماء. الناشطة تقوى عبد العزيز غردت في تويتر عن المناسبة قائلة: بمناسبة اليوم الوطني العراقي، شكرا سيد علي، شكرا للعمامة، شكرا للجنوب، شكرا للشهداء وعوائلهم، شكرا للأحياء وعوائلهم، والشكر الكبير لمن بقي ثابتا رغم الفتن. أما المدون حسن الصافي فقال في تغريدته:
أنا الحرف الأول بالوجود، أنا القانون والقيثارة، أنا الحضارة، أنا المجد، أنا التاريخ، أنا العراق العظيم. وإلى منصة فيسبوك حيث نشر الكاتب سامي الكعبي تدوينة جاء فيها الدموع تمنية الوطن بل تميت الوطن والدماء من تحييه، لذلك يمكنك أن تختار القرار المناسب لك. وطننا العراق خلق لكي يحيا دائما على الرغم من الظروف والمصاعب التي مرت به. أخيرا إلى منصة انستغرام مقطع فيديو للمدون حسن محمد عن المناسبة الوطنية وقصيدة لشاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري. سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى، على النخل ذي السعف الطوال، على سيد الشجر المقتنى، على دجلة فاض آديها كما حمد حرد فغت، ودجلة تمشي على هونها ويمشي رخيا عليها الصبا، ودجلة لهو الصبايا الملاح تخوض منها بماء سرى، العراقي في الحالتين يسرف في شحه والندى. أعلنت وزارة الدفاع التركية قصفها مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في غارة جوية على بعد 140 كيلومتر داخل العمق العراقي. وأكدت الوزارة في بيان لها أن القصف استهدف 23 عضوا في حزب العمال الكردستاني وتحييد كل أفراد المجموعة وقتلهم في الغارات الجوية. البيان أشار إلى أن مشاركة 1600 جندي تركي كان في العملية. بعد استيان سياسي وشعبي تجاه العمليات التي نفذتها دول الجوار في الأراضي العراقية، أكد مراقبون على أن وجود الأحزاب المعارضة لإيران وتركيا في إقليم كردستان يهدد أمن واستقرار البلاد، فيما حذر آخرون من تحول المناطق الحدودية إلى بيئة آمنة لهذه الأحزاب. علاء الطائي والمزيد من التفاصيل. الساحة العراقية مسرح لصراع دول الجوار مع معارضيها الكرد الذين اتخذوا من إقليم كردستان مكانا لهم. والحديث هنا عن حزب العمال الكردستاني البككة المعارض للنظام التركي، وحزب الحياة الكردستاني البيجاك، وبعض الأحزاب الأخرى المعارضة للنظام الإيراني. تركيا وإيران وضعتا تلك الأحزاب على لائحة الإرهاب بسبب نشاطها العسكري، وتعمل على مطاردتها داخل وخارج أراضيها. الجانب الإيراني استهدف مقرات الأحزاب المعارضة في إقليم كردستان العراق مؤخرا بعد الاحتجاجات الداخلية في مناطق كردية إيرانية، حيث اتهمت إيران تلك الأحزاب بدعم وتمويل وتغذية تلك الاحتجاجات، فيما العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية بدأت أيام الحكم الصدامي واستفحلت بعد هزيمة داعش، حيث تعدت كل الاتفاقيات الدولية ودخلت في العمق العراقي اجتياح بري وقواعد عسكرية ثابتة وقصف مدفعي وجوي لم ينقطع طوال الأعوام الخمسة الماضية. القصف التركي مستمر والقصف الإيراني مستمر، ما دامت الأوضاع بهذا الشكل هذا السيناريو سيستمر على هذه الشاكلة. وكما نقول ونؤكد أن هذه المشاكل لا تحل إلا بعد أن تحل المشاكل الأساسية الرئيسية الموجودة في الوقت الحاضر في بغداد. داخليا التعاطي مع هذه الأحزاب هو مثار اختلاف بين الأحزاب والقوى الكردستانية، بين من يعتبر تواجدها سببا رئيسيا في استهداف أمن واستقرار واقتصاد الأقليم، فضلا عن لمسها للسيادة العراقية ولأرواح المدنيين ويطالب بإخراجها، وبين فصيل آخر يعتبر أن رابط القومية الكردية يحتم على الأقليم حماية هذه الأحزاب وتوفير الملاذ الآمن والغطاء الدولي، لكن الواقع يقول أن الأقليم لا يملك تلك الإمكانات المؤهلة للعب هذا الدور. المواقف السياسية ضعيفة جدا، وأيضا حتى المواقف الإعلامية أيضا هي ضعيفة جدا. الحل
لوقف هذه العمليات هو بالتنسيق ما بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية العسكرية. يذكر أن وزارة الداخلية التركية أعلنت يوم أمس انطلاق عملية عسكرية كبرى لملاحقة حزب العمال الكردستاني بمشاركة 1600 مقاتل أطلقت عليها أرن الحصار للخريف والشتاء استكمالا لعمليات الربيع والصيف، والتي أسفرت عن مقتل قرابة 100 مقاتل من صفوف البككة. من أربيل لقناة الفرات على الطاي. نفذت الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان عمليات أمنية استباقية شملت عدة مناطق في قضاء علي الغربي شمال المحافظة، وضبطت أنواعا مختلفة من الأسلحة. وأكدت مديرية شرطة ميسان في بيان لها أن قوة مشتركة نفذت ممارسة أمنية في قضاء علي الغربي والمناطق التابعة له أسفرت عن ضبط 18 قطعة سلاح منوعة. وفي سياق آخر، وضمن العمليات الاستباقية في المحافظة تم ضبط أربعة أسلحة، بل تم ضبط أربعة أسلحة في منطقة المدثرة ضمن قاطع البلدة، وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة. إلى ذلك، قامت القوات الأمنية بتنفيذ عمليات مختلفة في محافظتي كركوك وديالى، حيث أسفرت عن اعتقال عدد من الإرهابيين والمجرمين المطلوبين إلى العدالة فيها، حيث تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني استنادا للمعلومات الاستخبارية تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام باختطاف مواطن من أبناء محافظة ديالى، ومن ثم قتله بعد مساومة ذويه على مبلغ مالي قدره 100,000 دولار. وفككت معاونية الاستخبارات والمعلومات بالحشد الشعبي خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محافظة كركوك وإلقاء القبض على عنصرين ينتميان لفلول داعش الإرهابي. وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية تنفيذ عملية استباقية بنصب كمين ألقي على إثرها القبض على 4 إرهابيين في سيطرة ألتون كوبري للتابعة لمحافظة كركوك. إذن مشاهدينا الكرام، زار وزير الدفاع جمعة عناد قيادة القوات البرية وعقد فور وصوله مؤتمرا موسعا لقيادات الفرق في الجيش العراقي لمناقشة التطورات الأخيرة. وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها أن عناد عقد فور وصوله مؤتمرا موسعا لقيادات الفرق في الجيش العراقي من أجل مناقشة التطورات الأخيرة، وأصدر خلال المؤتمر جملة من التوجيهات الخاصة بالاستعداد القتالي والتركيز على الضبط والتدريب العسكري لضرورته، والتركيز على الحيطة والحذر ووضع خطط حديثة لعدم إعطاء أي فرصة إلى الخلايا الإرهابية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.